أنا بعتقد إنه الأمور ما لها فقط علاقة بمقصة التوازن الداخلي والعهد. كلنا بنعرف وما حدا بقى يعني نخبي حالنا وراء إصبعنا، رئيس حريري يعاني من نوعين من المشاكل. المشكلة الأولى هي مشكلة مالية، وثاني شغلة هو موضوع الراعي الإقليمي اللي كان على طول المملكة العربية السعودية تلعب هيدا الدور، وكلنا بنعرف إنه هناك أكثر من عتب، هناك زعل وهناك غضب بالعلاقة ما بين المملكة العربية السعودية ورئيس الحريري. غياب المكون السني، وأنا مؤمن بعدني إنه تيار المستقبل يشكل إذا بدك النبض الأكثر بالشارع السني، وغيابه عن الساحة السياسية والمجلس النيابي في حال رحنا إلى هذا السيناريو، أكيد رح يكون في هناك بداية متعسرة للمجلس القائم إذا ما كان كل المكونات السياسية والطائفية بالبلد ممثلة بشكل سليم وصحيح. مشان هيك بتمنى أن يكون الرئيس الحريري مشارك أولاً بالشخصي وثانياً على صعيد تيار المستقبل بهيدي الانتخابات، بالرغم من الخصوم السياسية اللي موجودة بيننا وبينه، لأنه نحن بنؤمن أنه هذا البلد لا يمكن أن يكون بالمنطق الإلغائي لحيالله مكون أساسي بالبلد، ونحن بحاجة لكل إذا بدك الحيثيات اللي بتتمتع بصفة تمثيلية لنكون عم نساهم بكتابة النظام الجديد. بس تتخوفون من إمكان سيناريو مقاطعة سنية ووقوف الرئيس بري أو رئيس الحزب التأدبي الاشتراكي إلى جانب الرئيس سعد الحريري، وبالتالي بنكون في بعض السيناريوهات تقول هناك مقاطعة أمام ترويكا يعني السابقة قد تطير هذه الانتخابات من باب المقاطعة السنية؟ صراحة أنا لا أرى سيناريو مثل اللي عم تحكيه. أولا بعتقد الحياة السياسية بلبنان بعد كل هذه الانهيارات اللي عشناها، إن كان على الصعيد السياسي نتيجة الثورة وإن كان على الصعيد الاقتصادي والمالي، لا يمكن أن نكمل بمنطق المجلس، إنه بمنطق المشهد السياسي الحالي يكمل، لأنه منكون عم نساهم بالانهيار، وبالتالي هناك حاجة داخلية لتجديد الحياة السياسية بلبنان، هيدا على الصعيد الداخلي. وأما على الصعيد الخارجي كلنا بنعرف إنه كل المجتمع الدولي ناطر أن تحصل هذه الانتخابات. حسم موضوع تحالفكم مع حزب الله في هذه الانتخابات، ولا سيما في كسروان جبال، أنا بعرف تأثير هذا الصوت والمكون الشيعي في هذه المنطقة. وما بقدر أعطيك اليوم جواب حازم وحاسم حول هذا الموضوع، النقاش قائم مع كل الحلفاء تبعنا إن كان على الصعيد الشخصي بالمناطق أو على الصعيد الوطني مع أحزاب عند انتشار مثل حزب الله. تحتاجون لأصوات حزب الله أنتوا؟ لا، بالتيار الوطني الحر بالدوائر مثلا بياخد دائرة جبال. نحن بتعرف انه خضنا انتخابات بالدورة بالجولة الأخيرة بال 2018 وحزب الله كان ضدنا وكان جونا ممتاز على الصعيد العدد الأصوات اللي أخذناها، وبالتالي نحن لا منا حاجة لهذه، ما في حاجة لهذه الأصوات بالتحديد، لكن هالشيء خاضع مثل ما بقول لك للنقاش اللي بده يصير على مستوى كل الدوائر بلبنان.